اذا مشاهدي قناه شعب قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب الملعب البلدي لبن سيمان في هذه اللحظات. حركات الاحمائيه وتسخينات لاعبي الفريقين، فريق الحسنيه المحليه حسنيه بن سيمان امام نظيره الصخور السوداء في قمه كرويه مرتقبه لقسم الهواد. دقائق قليله وستنطلق هذا القمه الكرويه قمه اسفل الترتيب. المباشرة من قلب الملعب البلدي لبن سليمان حيث الحركات الإحمائية والتسخينات من قلب الملعب البلدي لبن سليمان. فقمة كروية تجمع هنا فريق حسنية بن سيمان والصخور السوداء. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، دائما أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب الملعب البلدي لي بن سيمان. فكما كتشوفوا لاعبي الفريقين في حركات حمائية أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، دائما أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب الملعب البلدي لبن سيمان. كيف ما كتشوفوا معنا حركات الإحمائية للفريقين، فريق حسني بن سيمان صاحب الرتبة الأخيرة، مواجهته حاسمة اليوم أمام فريق الصخور السوداء. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب الملعب البلدي لبن سيمان حيث فريق حسنية بن سيمان وفريق الصخور السوداء في هذا الأثناء يقومون بحركات إحمائية قبل انطلاق مباراتهم في حدود الساعة الثالثة زوالا. في هذا الأثناء فريقين سيغادران أرضية الملعب متوجهين إلى غرفة ملابس، و
أقل من 5 دقائق والعودة إلى أرضية الملعب. وستعطى انطلاقة هذه المباراة القوية. مشاهدينا الكرام، فدر أثناء لاعبي الفريقين يغادران أرضية الملعب ويستبدل ملابس تقريبا 5 دقائق وسيعودان إلى أرضية الملعب حيث ستنطلق هذه القمة الكروية التي ستجمع بين فريق حسنية بن سليمان أمام نظير الصخور السوداء. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، نلتقي.